بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن أحد النباتات التي تنمو في فصل الشتاء. طبعا هذا النبات ينمو في فصل الشتاء تحت درجات يعني بسيطة جدا من الحرارة، وطبعا يتحمل ارتفاع كبير جدا في درجات البرودة، وقد يعني يتحمل درجة برودة لا يقل يعني عن 5 تحت الصفر. طبعا بعد دراسة العينة تحت المجاهر التشريحية مثل ما تلاحظون من قبلي في المختبر الخاص فيني، تم يعني اكتشاف فصائل كثيرة جدا في العينة المدروسة، مثل فصائل كثيرة من الفطريات و البكتيريا والديدان المجهرية. ومثل ما تلاحظون هذا البياض عبارة عن نوع من أنواع الفطريات اللي يعيش على هذه الفصيلة. طبعا قدرت أقضي على هذا النوع من الفطريات بالمضادات الحيوية اللي صنعتها بنفسي، كوني قدرت يعني أقضي على أكثر من 40 فصيلة من الفطريات بالمضادات اللي أصنعها، كوني صنعت أكثر من 23 نوع من المضادات الحيوية. طبعا كل شيء مكتوب في بحوثي وكتبي المتواجدة. طبعا هذه العينة عبارة يعني عن فصيلة منتشرة بنسبة كبيرة جدا في الجزيرة العربية، وتعيش في محافظة الأحساء أيضا في فصل الشتاء، تنمو في فصل الشتاء وتقل بنسبة كبيرة جدا في فصل الصيف. وطبعا ممكن تلقى ميكروبات وطفيليات وبكتيريا وأحياء دقيقة كثيرة جدا متواجدة على الأنسجة العلوية على حسب تواجد أو المرض المتواجد في الجسم، ممكن تكون غير مؤثرة للأنسجة، ممكن تكون مؤثرة على حسب نوع النباتات وجيناته والجهاز المناعي المتواجد لدى النبات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم عينات كثيرة جدا في مختبري في الفترة القادمة.